الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، لا نزال خلال هذه الأيام المباركات نتنسم رحمات ربنا سبحانه وتعالى بالتعبد له جل في علاه، بالصيام في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر الذي كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه، وكان يبشر أصحابه مستبشرا: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، ثم يذكر عليه الصلاة والسلام فضائل هذا الشهر الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام يمدح الصوم عموما، فكان يقول: إن للصائمين باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام جنة، يعني الصيام حماية. والأصل في الجنة هو الترس الذي يحمله المقاتل في يده يتقي به ضربات السيوف. قال: الصيام جنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. فهو جنة، أي حماية للمرء من سوء الأخلاق ومن الألفاظ التي لا تليق، وهو جنة أي حماية ووقاية بينه وبين النار. هذا الشهر هو شهر القرآن، فلقد اختار الله تعالى هذا الشهر لينزل الله تعالى فيه القرآن، فجعل الله تعالى نزوله جملة واحدة في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل في ليلة القدر، ثم جعل ينزل مفرقا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث: وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن طوال أيامه، إلا أنه يزداد عناية في هذا الشهر الكريم، فكان جبريل عليه السلام في شهر رمضان ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، يعني يراجع معه القرآن ويقرآنه ويتدبرانه. جبريل شيخ الملائكة ينزل إليه عليه الصلاة والسلام يتدارسان القرآن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. فلما كان رمضان الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام الذي توفي بعده صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل فدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في خلال شهر واحد، وهو الشهر الأخير من حياته. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى وتعبدنا بالعمل به واتباع أحكامه وآدابه وبتلاوته، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تلاوته، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها. فكلما قرأت أكثر من هذا القرآن العظيم وتدبرت في آياته وتلوت من صفحاته، فإن الله تعالى يعظم لك الأجر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بتلاوة هذا القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا القرآن هو عز لقارئه في الدنيا والآخرة، فالقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. نعم، يشفع له القرآن لتلاوته، ويشفع له الصيام لصيامه، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذا كنت ممن يكثر تلاوة القرآن وختم القرآن وتمر على هاتين السورتين العظيمتين فإنك في يوم القيامة تأتي تلك السور كأنها فرق من الطير العظيمة تحاج لك عند الله تعالى عندما تسأل. وهذا بلا شك أنه تأييد في يوم القيامة وتثبيت لقارئ القرآن إذا وقف بين يدي الله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيقول القرآن عن قارئه: يا رب حله. قال: فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زده. قال: فيوضع على رأسه تاج الكرامة. قال: ثم يقول: يا رب ارض عنه. فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فهذا كله من فضائل الإكثار من تلاوة القرآن. ولا ينبغي فقط أن يكون ارتباطك بالقرآن فقط في هذا الشهر الكريم. صحيح التلاوة في رمضان في ليله خاصة وفي نهاره لها فضل، لكن القرآن ينبغي أن يكون رفيقك طوال أيامك في حياتك، لعل الله تعالى أن يأجرك عليه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بفضلك وكرمك وإحسانك. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني غير الذي يغلو فيفهم الآيات على غير مرادها فربما طبق شيئا لم يرد في القرآن، أو الجافي عنه الذي يبتعد عن تطبيقه ويعرض عن ذلك. قال: إن من إجلال الله إجلاله، أو قال إكرام حافظ القرآن. فإذا كان المرء من حفظة القرآن وممن يكثرون من تلاوته فله حق الإجلال والاحترام أكثر من غيره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلقي أبا بكر ثم لقي عمر في ظلمة الليل، ثم أقبل حتى مر بمسجده صلى الله عليه وسلم. فلما مر بجدار المسجد، وكان المسجد بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فإذا وقفت عند الجدار في الناحية الأخرى في الشارع فتستطيع أن تسمع ما يقع في المسجد لأنه ليس عليه سقف، وكذلك الجدار كان قصيرا والليل ساكن. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر صوت قارئ فاقترب، وإذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. وجعل يستمع إليه وابن مسعود لا يدري عنه، ثم انتهى من تلاوته ورفع يديه يدعو الله تعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه، سل تعطه، يعني هذا موطن حري أن يجاب دعاؤك، سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. وهو مستبشر عليه الصلاة والسلام بذلك. ولذلك استحب بعض أهل العلم أن يدعو المرء بدعوات بعد تلاوته للقرآن، قالوا: لأنه في آخر العمل الصالح يرجى أن يستجاب الدعاء. ولذلك الدعاء لا يرد في دبر الصلاة، وللصائم عند فطره دعوة مجابة، وبعد الإفاضة من عرفات يسن الدعاء بعد نهايات الأعمال الصالحة، بعد نهاية العمل الصالح وفي آخره هو وقت حري أن يستجاب فيه الدعاء، كأنك قدمت بين يدي الله تعالى عملا
يشفع لك عنده أن يستجيب دعاءك. وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا الله تعالى وأمنوا على دعائه. فلا بأس أن يفعل المرء ذلك، إذا ختمت فاجمع أولادك وأهلك وادعوا الله تعالى واجعلهم يؤمنون على دعائك، لعلك أن تكتب في تلك اللحظة ممن يستجيب الله دعاءهم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على استثمار هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا فيه أعمالنا يا رب العالمين. اللهم سلم صيامنا من جميع الآفات، اللهم سلمه من اللغو والرفث يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان هذا على أمة الإسلام رمضان خير وبركة وعز وتمكين. اللهم إن لنا إخوانا في كثير من البلدان عليهم من الاضطهاد والتقتير والأذى ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم فإنا نستنصرك لهم، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة.